صارت مظاهرات في 2015، والمرجعية دعتني إلى أن أقوم بإصلاحات فيما يتعلق خصوصاً برواتب المسؤولين وامتيازات المسؤولين، وأنا قمت بذلك لأن كان عندي شيء حاضر لما كنت رئيس لجنة مالية، كنت محضر وطرحتها في البرلمان عدة مرات، ولكن تعرفون ما عندي سلطة في البرلمان، النواب هم الذين يصوتون. صار استغلال لهذا الوضع، قمت بكل الإصلاحات، خفضت الرواتب، أزحت التقاعد اللي هو مدى الحياة كان حتى لو يخدم سنة أو ستة أشهر، ولهذا كان بعدم عدالة، قللت الحمايات بشكل كبير. أنا كنت في ذلك قبل ذلك الوقت أدخل البرلمان يصبوا لي النواب، يصبوا لي ويحيوني وكذا، ولكن بعدها أصبحت لما ألتقي بالنواب كلهم شكاوي على قضية الرواتب، على قضية الامتيازات، على قضية الحمايات، فأصبحت غير شعبي وغير محبوب لدى الكتل بشكل عام.